إذا تحقيق التنمية والازدهار بالقارة الأفريقية هو شعار رفعته مصر من أجل تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو المستقبل. الجهود المصرية شهدت ذروتها خلال فترة ترأس مصر الاتحاد الأفريقي عام 2019، حيث عملت على طرح العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق السلم والأمن بالقارة الأفريقية. جهود كبيرة بذلتها مصر السنوات الماضية في دعم مسارات التنمية والازدهار بالقارة الأفريقية، حيث تضع مصر نهوض أفريقيا نصب أعينها. فتنفيذا لرؤية وتوجهات الرئيس السيسي، عظمت مصر من جهودها تجاه القارة من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الأفريقية في كافة المجالات، فضلا عن استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المعنية بالاستثمار والاقتصاد والأمن في القارة. الزيارات الأفريقية المتبادلة بين الرئيس السيسي وقادة وزعماء ومسؤولين أفارقة عكست مدى الاهتمام المصري بالقضايا الأفريقية، وهي الجهود التي تكللت برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019. على المستوى السياسي، قدمت مصر مبادرة إسكات البنادق في 2019 خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لحفظ الأمن والسلم الدوليين. وعلى مستوى إعادة الإعمار، تولت القاهرة إعمار بعض البلدان بعد الصراعات التي خلفتها الحروب، وقد قدمت دعما كبيرا للدول الأفريقية خلال جائحة كورونا. كما قدمت مصر أيضا موقفا واضحا تجاه عدد من قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية، برز هذا خلال كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عبر الفيديو كونفرنس خلال اجتماع الهيئة الموسع لمكتب قمة الاتحاد الأفريقي، حيث دعا الرئيس السيسي لصياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله. تغير المناخ أيضا كان من أبرز القضايا التي حلمت مصر مسؤولية مواجهة تداعياتها على القارة الأفريقية، وهو ما ظهر من خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش فعاليات الدورة 35 لقمة الاتحاد الأفريقي. وعلى مدار سنوات بذلت الدولة جهدا كبيرا لاستئناف حضورها الواسع ونشاطها الكبير في العمق الأفريقي، حيث حرصت مصر على تأكيد جملة من الثوابت التاريخية والاستراتيجية والالتزامات السياسية والعملية تجاه محيطها الأفريقي، في مقدمتها إعلاء مبادئ التعاون الإقليمي والمساهمات المصرية في برامج الاتحاد الأفريقي، وعملت على تنمية دول القارة عموما ودول حوض النيل خصوصا، فضلا عن تنوع سياسات وآليات التحرك المصري تجاه بلدان القارة.